قفاز العداله والتنميه وترأسنا الحكومه خمس سنوات كافيه باش نبانوا على حقيقتنا. ما يمكنش خمس سنوات تخبع شهر شهرين عام عامين، ما تخبعش خمس سنوات. المغاربه حسوا بلي هاد الشريحه هذه شريحه سياسيه صحيح، لكنها مختلفه عما سبق ومختلفه عما ترى. واخا حتى هما ناس بحال الناس كاملين كيعجبهم يكونوا بخير من الناحيه الماديه، ولكن ما كيمدوش يديهم للحاجه اللي حرم الله. واخا عز عليهم الحزب ديالهم، ولكن كيسبقوا المصلحه ديال المجتمع قبل من ديال الحزب، والمصلحه ديال الدوله قبل من ديال الحزب. فهمتيني ولا؟ ملي شافوا الناس هذا الشيء، ملي جات 2015 و2016 صوتوا علينا تصويت كبير. 2015 دينا كافه المدن تقريبا وجوج ديال الجهات، وانتقلنا من 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 لا من 107 العدد 2015 انتقلنا ل 5000 مستشار. فهمتيني ولا؟ من 500 ل 5000 شي حاجه بحال هكذا، من 1500 ل 5000. وانتقلنا من 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 الف من من 107 اللي جبنا في 2011 ل 125. علاش 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 النضون تامروا على هذا الحزب؟ علاش يجي السي عزيز اخلوش ديك الساعات؟ حيت هادشي كلشي اللي تنعيشوه راه غير نتائج المؤامره ديال 2016. ما تغرتروش الاخوان. انت ولا المؤامره ديال 2016 اللي قالت لا العداله والتنميه واخا يربح ماشي عبد الاله بن كيران هو اللي يقود الحكومه. جابوا السي سعد الدين العثماني منا والينا، كان منا والينا ولا يزال منا والينا وسيبقى منا والينا. ولكن انا كنت كنسلك ونتفهم ونتعاون ونتواجه. هو جاب اسلوب اخر. شنو كانت النتيجه؟ الاستمرار ديال المؤامره، وهو الربعه اللي كانوا حالفين ما يدخلوا الا يدخلوا معايا مجموعين وعلى ودهم سمحت في رئاسه الحكومه. فهمتيني ولا؟ هيمنوا على استفدوا من كل شيء، استفدوا من الكوفيد واستفدوا من كل شيء، وجات الانتخابات وخذوها بالكذوب والبهتان والفلوس. اسمح لي يسمحوا لي المغاربه اللي خداو الفلوس، عيب عليكم. ما كانش خاصكم تاخذوا الفلوس، بعتيو بلادكم، بعتيو المستقبل ديال ولادكم، بعتيو الحقيقه التي لا تباع. وكنتمنى تكون هذه هي الاخرى، لان عاود غيتجبدوا الفلوس في الانتخابات المقبله. ملي كنشوف هذا الشيء الاخوان، باقي ما دازتش عام ونص على هذه الحكومه اللي جات نتيجه الالاعيب والتآمر. انا كنقولها لكم بصراحه، انت لان السيد رئيس الحكومه قال احنا ما كيحاربوناش التماسيح والعفاريت. انتوما التماسيح والعفاريت اللي جابوكم، ما فيها لا اله ولا حتى انا. ولكن مع ذلك انا راه ملي الاخوان اختاروني رئيس امين عام ديال الحزب، ما كنتش باغي السي عزيز نكون ضدك. ولقيت الاخوان والناس في المغرب كيقولوا لك ارحل، قلت لهم ما تقولوش ارحل، خليوا الراجل يخدم. ربما داك الشيء اللي ما تيسر ليناش حنايا يتيسر ليه هو وينتفع المغرب. الا انتفع المغرب حنا داك الشيء اللي بغينا، هاد العداله والتنميه، يبقى عنده 13 يولي عنده 50 ولا 60 ولا ترجع عنده 4 ولا 5 ولا ما يكونش عنده كاع، ماشي مشكل هذا، ماشي مشكل. الى المغرب غيتقدم، الى المغرب غيتحسن، الى المغرب غادي الانسان المحتاج والفقير ينال نصيبه، لانه الانسان الفقير والمحتاج عنده نصيب، عنده نصيب. انت الحمد لله ربي سهل لك، خدمتي في التجاره ولا في الصناعه ولا في الفلاحه ولا في السياسه ولا في الدراسه ولا
مزيان. وهذاك اللي ما يسرلوش الله يضيع. لماذا شرع الله الزكاة؟ خصو حقه هو. وانا كنت باغي نعطي الحق للناس اللي ما عندهمش ولو الحد الادنى باش يعيشوا. كتعرفوا هذا الشيء، كتعرفوا باللي هذا الشيء اللي بغيت ندير قبل ما ندير داك الشيء ديال الارامل، كنت بغيت نعطي الاسره المغربيه من الفلوس ديال المقاصه، كنت باغي نعطي للاسره المغربيه اللي ما عندهاش باش توفر ليها الحد الادنى. لانه هذيك المراه المغربيه الى نضت الصباح ولقات الدقيق والزيت والبوطه واتاي والسكر، فهمتيني ولا لا، كدير البراد ديال اتاي لولادها، كتصوب لهم واحد ثلاثه ولا اربعه د الملويات، كتجلسهم كياكلوا وتيكونوا ناشطين مع ريوسهم. ولكن لما لقات والو ومن قدر عليه رزقه، هذيك حنا نعيشوا ما نعرف فين وهي تموت بباها. ما عندهاش هي حق، عندها حق، عندها حق في مال الدولة، عندها حق في مال الدولة، ومال الدولة موجود، وعندها حق في مال الأغنياء. إذا لم تكفي أموال الدولة نأخذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم. هذا هو الدين ديالنا. ما يمكنش شي يعيش في الخيال وشي ما يلقى ما ياكل، ما يمكنش. هذا ممنوع في ديننا وممنوع في شريعتنا. وهذا الشيء كنت باغي نديره، ولكن العفاريت والتماسيح ما بغاوش. وطبعا الا ما بغاوش العفاريت والتماسيح ما عندك ما ديروا، بقينا كنتقاتلوا حتى تسخر الله، تسخر الله على الاقل في هذه الشريحه هذه، هذوك العيالات المسكينات اللي حتى الزوج ديالهم تيكون مات، ارمله، امراه ارمله هجاله، مات لها رجلها، عندها جوج ثلاثه د الوليدات، اش غادي دير؟ تخرج تخدم ب 1000 ريال في النهار ولا خمس ولا 30 ولا 30 درهم ولا 40 درهم وتخليهم مشردين في الشارع ومعرضين للضياع، او لا شنو دير؟ او لا تبيع العرض ديالها او لا شنو دير؟ قلنا هذه على الاقل نديروا لها واحد المقدار باش يقراوا داك الوليدات. وسخر الله، سخر الله، هذه ما قدروش التماسيح والعفاريت يمنعوها، لان جلاله الملك سمح بها، الله يحفظه ويبارك العمر ديالو. وقلت لكم هذا الشيء وعاودت لكم ونعاود نعاود لكم، انه سيدنا واحد النهار في المجلس الوزاري ملي كملنا دخلني لواحد البيت، دخلت انا وياه، جا المخزني قال له نعم سيدي واش نعيط على على على, على المستشارين؟ قال له لا، بقيت غير انا وياه. قال لي السيد الكيران داك الشيء اللي بغيتي دير ديال الارامل نديرو. تأثرت، تأثرت وبكيت وبسلو يدو وشكرته. قال لي السي بن كيران مو ميم جو سوي سولاجي، حتى انا الان كنرتاح. هذا هو الملك ديالنا تيسحب لكم، تيسحب لكم. حنا كنجاملوا الملك ديالنا، حنا ما كنجاملوش. هذاك الملك ديالنا عشنا معاه وعرفناه عن قرب وعرفناه كيفاش كيحرص على بلاده وعلى مواطنيه، ولكن هذه دولة فيها أنواع مختلفة من مخلوقات الله، ولا بد يكونوا فيها التماسيح، ولا بد يكونوا فيها العفاريت. خدر لي درتي، حنا كنحاملوا. قولوا حيا إلي أنه استمع في نفر من الجن، قال عفريت من الجن. إيوا هادو فين مشاو دابا؟ ما بقاوش موجودين، قدموا استقالتهم، راه باقيين خدامين. ولإني النهار الاول الاخوان فاش تواجهنا معاهم وواجهناهم قدرنا ننتصروا عليهم، انتصرنا عليهم في 2015 وانتصرنا عليهم في 2016، انتصروا علينا في 2021 الغالب الله يا قول لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين في بدر وانتصروا عليه في احد ثم رجع فانتصر عليه، سنعاودوا نرجعوا ننتصروا عليهم ان شاء الله. ولكن باش انتصرنا عليهم، حنا يا الاخوان سمحوا لي، حنا ما عندناش الفلوس اللي كاينين عند لا عز اخنوش ولا عند من يشبهوه او من يحركه، ما عندناش.
انتم كتشوفوا الاخوان ديالكم، هاد الاخوان ديالكم، شوفوا فاس، نبداو بفاس، نبداو بفاس، نبداو بفاس. صنت الله يرضي عليكم، خلوني نهضر دابا انا، انتم هضرتيو ملي هضر ملي زغرتيو صافي. المغاربه المغربيات الا زغرتوا الكلام انتهى، انتهى الكلام. ها هما الاخوان ديالكم هنايا، ها السي دريش الازامي، ها السي سي زاهر، ها السي كبيري، ها الاخوان كلهم. سيروا شوفوهم شنو كان عندهم قبل ما يوليو في المسؤوليات، وشنو عندهم دابا ملي خرجوا من المسؤوليات. غتقولوا لي يا سي عبد الاله تحسنت الحاله ديالهم، نقول لكم ايه شويه شويه، لا بد ان نكذبوا على الله. كانت عندهم اجور وتعويضات، تحسنت الحاله ديالهم شويه، ولكن وريوني واش داروا شي فيرما، داروا شي ملايير، راه هادشي اللي دابا كنسمعوا. عندك شي مليار السي محب، انت انت من النهار اللي عرفتك وانت عندك داك اللحيه هي اللي عندك هادشي اللي كاين، فهمتيني ولا لا؟ ايوا وريونا شنو عندهم. وبغيت نقول لكم واحد القضيه، ان اشيد، يجب ان اشيد، واخا ما غيعجبوش الحال هذا الكلام اللي كنقول، بالسي دريس الازامي. دابا حنا في واحد المقر جميل وبالنسبه ليا فخم وكبير، قبيله قلت لكم صغير نسبيا على المحبه ديالكم وعلى العدد ديالكم، راه النص ديال الناس كاين اللي تحت ربما الان. ولكن هذا المقر هذا كيفاش تبنى؟ عرفتيه كيفاش تبنى؟ الفلوس ديالها فاش تبنى هذا؟ هذا الاخوان السي دريش الازامي كانوا عنده جوج ديال الاجور، الاجره ديالو كنائب برلماني والاجره ديالو كعمده مدينه فاس. الاجره ديالو كعمده مدينه فاس لم يمسها، كلها دخلت في هذا المقر. وعاونوه الاخوان اللي بحالكم، شي شويه وشي بزاف وشي، حتى بناو هذا المقر الرائع، لان السي نبيل بن عبد الله ملي جا لهنا عجبو هذا المقر، وعيطت عليه البارح باش نقول له هذه المعلومه، ولكن ما يمكن ما اتصلتش به ولا ما قدرش نتصل به، ولا الله اعلم. مزيان كنقولها له بالطريقه غير المباشره، هذه هي العداله والتنميه، وهذو هما الناس العداله والتنميه، وهذو هما الاطر ديال العداله والتنميه. طيب حيدتيونا تبارك مسعود سيدي، حنا قابلين، وديروا الربح، جيبوا احسن منا، جيبوا بحالنا، جيبوا كرف منا واحد شويه. اشنو جبتيو؟ جبتيو ناس ما فيهم ما يدار، اللي قال المغاربه اللي قالوا المغاربه، قال لك لا زين لا مجي بكري، ياك هي هذه. وانا كان اللي كتعجبني اللي تيقولوا المغاربه، سمحوا لي العيالات راه ماشي متدورش، راه غير المغاربه هذوك العرب كتقول لا اناقه ولا جمال، يعني انا ما عندي في هذا. المغاربه تيقول لك لا اناقه ولا جمال، الناقه ردوها اناقه والجمال ردوه جمال والجمال ردوه جمل، وعندهم الحق، لان بعد هذاك يمكن لك تذبحوا وتاكلوا، اما الاناقه والجمال كيطيروا.